خلفان بن محمد الهاملي مشاهدينا ومتابعينا الأفاضل، تهانينا والناموس لجميع الفائزين. انطلاقة شوطنا السادس وأيضا برفقة الزميل بسام الشمري، فأتمنى له التوفيق ولكم أحلى وأطيب المتابعة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، شكرا للزميل حمد الزعبي لما واصلته معكم في الشوط الماضي. نتابع التحدي مشاهدين الكرام، وأحييكم بتحية الإسلام الخالدة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. رح واصلة مع التحدي والمنافسة بانطلاقة أشواط الكبار بهذا المهرجان، مهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ترى. نتابع بتحديات الصباح، سادس الأشواط لشوط الزمول ينطلق من مسافة 8 كيلومترات، الرحلة المتواصلة مع هذه الشعارات اللامعة والمتميزة الباحثة عن الناموس. هناك سيارة مشاهدينا الكرام رصدت للفائز بناموس هذا الشوط. نتابع التحدي ونتابع بداية هذا الشوط مع المنافسة هناك في مقدمة الشوط، شاهين لسعيد بن قعيط بن سعيد المنهالي في أول المراكز يسيطر على زمام الأمور، بينما المركز الثاني باكو لسلطان بن سعد بن سلطان المسيفري يصل مع المركز الثاني ويتابع التحدي والانطلاق. المركز الثالث هناك شاهين عوض بن عبد الله بن محمد بالكليلة العامري على المركز الثالث، نتابع التحدي والانطلاق مع المركز الثالث. المركز الرابع نتابع تحديات هذا الشوط وهذه المنافسة مع المركز الرابع، هناك الانطلاق شديد لراشد بن سيف بن علي بن كاسب المسافري مع المركز الرابع يتواجد بموقع التحدي والمنافسة. أم المركز الخامس هناك المشارك بهذه اللحظات وبهذه التحديات وبهذه الانطلاقة الموفقة، مبشر لجراح بن سالم بن سلطان الاكتبي يتواجد مع المركز الخامس. هذه نتيجتنا مشاهدينا متابعينا في كل مكان للخمس المراكز الأولى المسيطرة والمتألقة بهذا الصباح والمنطلقة بتحديات دائرة النداء بأول نداءات ممتعة على مسامعكم بالوفاء والتمام. نتابع المقدمة ونعود مع التحديات الأولى ومع مقدمة الشوط. هناك باكو مع المقدمة ويحتل المرتبة الأولى وينطلق بشعار سلطان بن سعد بن سلطان المسيفري في مقدمة الشوط، يسيطر على زمام الأمور وينطلق مع بداية التحدي. بينما المركز الثاني هنا يصل شاهين لسعيد بن قعيط بن سعيد المنهالي متواجدا مع المركز الثاني مباشرة بموقع التحدي والمنافسة. أم المركز الثالث هناك شديد لراشد بن سيف بن علي بن كاسب المسافري متواجدا مع المركز الثالث. المركز الرابع نتابع التحدي والمنافسة مع انطلاقة شاهين عوض بن عبد الله بن محمد العامري متواجدا ومنطلقا بتحديات هذا الشوط باحثا عن الناموس والسيارة التي تتواجد بهذا الشوط. نتابع بقية المراكز ونتابع المركز الخامس بهذه اللحظات وبهذه المناسبة وبهذه التحديات الأولى. هناك انطلاقة مبشر جراح بن سالم بن سلطان الاكتبي متواجدا مع المركز الخامس، يقدم لنا مبشر متواجدا بتحديات هذا الشوط وبهذه المنافسة، ولكن من غير واحتل المركز الخامس. هناك مزاج محمد بن عبد الله المذيوبي الاكتبي مع المركز الخامس يشارك بتحديات مزاج عبر المركز الخامس. هذه نتيجتنا مشاهدينا متابعينا في كل مكان للخمس المراكز الأولى للمرة الثانية، أتممت على مسامعكم بالوفاء والتمام. نتابع المقدمة ونتابع التحديات الأولى مع التحدي والمنافسة من أرضية ميدان التحدي مع هذه الشعارات اللامعة والمتميزة الباحثة عن النصر والناموس. نتابع هذه الرياضة العريقة، نتابع الانطلاق والمنافسة المشرفة التي تجري من أرضية ميدان الشحانية. نسير مع البداية ونسير مع مقدمة الشوط. هناك باكو سلطان بن سعد بن سلطان المسافري ما زال يحافظ
وما زال يسيطر على زمام الأمور وينطلق مع البداية ومع التحديات الأولى. باكو مع المقدمة يسيطر على زمام الأمور وغائدا لمسيرة وانطلاق هذا الشوط، بينما المركز الثاني هنا الواصل بهذه اللحظات والمنطلق شاهين عوض بن عبد الله بن محمد العامري متواجد مع المركز الثاني مباشرة يتسلل إلى المركز الثاني، يريد أن يخطف ناموس هذا الشوط ويحقق الإنجاز. أم المركز الثالث؟ نتابع بهذه اللحظات شاهين لسعيد بن قعيط بن سعيد المنهالي متواجدا مع المركز الثالث منطلقا بموقع التحدي والمنافسة. أم المركز الرابع؟ نتابع التحدي مع شديد لراشد بن سيب بن علي بن كاسب المسافري متواجد مع المركز الرابع منطلقا بتحديات هذا الشعار متواصل بهذه المنافسة المشرفة. نسير ونتابع المركز الخامس، هناك الانطلاق والتحدي مع المركز الخامس المتواجد مزاج محمد بن عبد الله بن راشد المذوبي الكتبي يتواجد مع المركز الخامس منطلقا بتحديات مزاج، ومزاجه رائق بهذا الصباح منطلقا مع التحدي والمنافسة بهذا الشوط. هذه نتيجتنا مشاهدينا متابعينا في كل مكان للخمس المراكز الأولى المسيطرة على دائرة النداء والمتنافسة من أجل تحقيق الإنجاز. هناك أسماء لم يحن موعد وصولها بهذه اللحظات متواجدة ومنطلقة باسم مسار هذا الشوط. نتابع التحدي مع البداية ونتابع الانطلاقة هناك مع باكو الذي يسيطر على زمام الأمور وينطلق مع البداية ومع التحديات الأولى. سلطان بن سعد بن سلطان المسيفري يتقدم بهذه اللحظات ويحافظ على صدارة الشوط مع باكو المنطلق في أول المراكز والمتزعم لهذه الأعداد المشاركة مع تحديات هذا الشوط. هنا المركز الثاني يتقدم بهذه اللحظات شاهين عوض بن عبد الله بن محمد العامري مع المركز الثاني يتواجد مباشرة بموقع التحدي والمنافسة. أم المركز الثالث؟ هناك الواصل بهذه اللحظات شديد لراشد بن سيف بن علي بن كاسب المسافري متواجد مع المركز الثالث منطلق مع التحدي والمنافسة. أم المركز الرابع؟ هنا الانطلاق مع شاهين لسعيد بن قعيط بن سعيد المنهالي يتقدم إلى المركز الرابع باحثا عن الناموس وعن الإنجاز. المركز الخامس، هنا نتابع التحدي مع أول نداء الفارس يتقدم عتيق بن محمد بن حمد بن قريع المري يتواجد مع المركز الخامس ومع التحديات بأول نداء يشارك به الفارس إلى المركز الخامس مباشرة يقدمه لنا عتيق بن محمد بن حمد بن قريع المري متواجدا بتحديات شوط الزمول. وأرى بهذه اللحظات المشاركة من الجموع تصل بهذه المنافسة، تصل مع التحديات، تصل مع المنافسة والتحديات المنطلقة بهذا الشوط. نتابع التحدي بعدما تممت على مسامعكم النتيجة الخمس المراكز الأولى المسيطرة على دائرة النداء والمتنافسة من أجل تحقيق الإنجاز. نتابع البداية ونتابع المقدمة، هناك الانطلاق مع مقدمة الشوط باكو ما زال يسيطر على زمام الأمور وما زال ينطلق مع التحدي والمنافسة. سلطان بن سعد بن سلطان المسيفري يتقدم ويحافظ على زمام الأمور بانطلاقة باكو على التحديات الأولى وعلى الانطلاقة الأولى، متميز ومبدع دائما ومنفرد عن بقية المراكز. ولكن شاهين يتحرك مع المركز الثاني عوض بن عبد الله بن محمد العامري يشارك مع تحديات شاهين على المركز الثاني. أم المركز الثالث؟ هناك الفارس يتقدم بهذه اللحظات عتيق بن محمد بن حمد بن قريع المري يصل ويتسلل من موقع إلى موقع مباشرة، وصل إلى موقع التحدي مع المركز الثالث. المركز الرابع، هنا شديد لراشد بن زيد بن علي بن كاسب المسافري متواجدا مع تحديات شديد على المركز الرابع. وخامسا الانطلاق والتحدي مع شاهين لسعيد بن قعيط بن سعيد المنهالي يتواجد، ولكن التغيرات هناك من تسلل شاهين لمحمد بن شامس بن عتيق العامري بدأ يتسلل بدوره من موقع إلى موقع، وأيضا الوصول والانطلاق مع شاهين مصبح بن هادي بن سالم المنصور. يا الله 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 الله، بدأت المعركة، بدأت معركة الكبار.
وتحديات هذا الشوط مع هذه المنافسة المشرفة. نتابع التحدي ونتابع البداية. هناك المتسلل مباشرة شاهين محمد بن شامس بن عتيق العامري مع بداية هذا الشوط منطلق مع المنافسة، ولكن المتسلل المتواجد هنا متعب يتقدم بهذه اللحظات. حمد بن سالم بن حمد بن هيان العامري يتقدم صاحب الشوط الرئيسي بهذا الصباح، يتواجد مع انطلاقة متعب على مقدمة الشوط. شاهين على المركز الثاني، محمد بن شامس بن عتيق العامري مع المركز الثاني، وثالثا انطلاقة الفارس وتواجد عتيق بن محمد بن حمد بن قريع المري، ثلاثية متميزة على مقدمة الشوط تنطلق بقيادة الفارس في هذه اللحظات، وبتواجد شاهين وبتواصل متعب مع المركز الثالث. الله 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 الله، وصل الجماعة مع اللحظات الأخيرة وتحركوا مع ناموس هذا الشوط. هناك المقدمة، شاهين يتقدم، محمد بن شامس بن عتيق العامري والفارس مع المقدمة يتسلل مباشرة إلى مقدمة الشوط عتيق بن محمد بن قريح المري، وهنا الانطلاق مع الريان. وصل الريان مع اللحظات الأخيرة، محمد بن جابر بن جار الله النابت المري يتقدم مع اللحظات الأخيرة. الله، بدأ الصراع وبدأ النزاع من أجل تحقيق الإنجاز. هنا الريان يتقدم بهذه اللحظات، محمد بن جابر بن جار الله المري مع المقدمة ومع التحديات الأولى، وهنا الواصل بهذه اللحظات مزاح علي بن عبد الله بن محمد آل بن علي المهندي مع المركز الثاني، ولكن هنا وصول مكرم محمد بن خير بن عزيز الشريفي مع المركز الثاني، ولكن الريان هو الأقرب لتحقيق الإنجاز. الريان وهنا الانطلاق والتحدي. المركز الأول الريان يتقدم بهذه اللحظات، محمد بن جابر بن جار الله المري مع الريان، وهنا الانطلاق مع مكرم محمد بن خير بن عزيز الشريفي، ولكن الريان هو الأقرب لتحقيق الإنجاز، هو الأقرب لنخط في ناموس هذا الشوط، هو الأقرب لحس سيارة هذا الشوط. الريان يتقدم ويهدي السلامات إلى محمد بن جابر بن جار الله المري، يتقدم بهذه اللحظات ويحقق الإنجاز. تهانينا وألف مبروك والناموس لمحمد بن جابر بن جار الله المري على فوز الريان. وصل وتميز وانطلق مع اللحظات الأخيرة وحقق الإنجاز. تهانينا والناموس لمحمد بن جابر بن جار الله المري على فوز الريان المركز الثاني. وصول مكرم لمحمد بن خير بن عزيز الشريف المركز الثالث. وصول شديد لراشد بن سيف بن علي بن كاسب المسافر المركز الرابع. المركز الرابع شاهين لمحمد بن شامس بن عتيق العامري، وخامسا وصول وانطلاق مايهاب لسالم بن محمد بن سهيل العامري. مشاهدي الكرام متابعينا في كل مكان، منافسة مع اللحظات الأخيرة، وهنا الريان فاجأنا مع الانطلاقة الأخيرة ومع الأمتار الأخيرة وحقق الإنجاز، وأهدى السلامات إلى أهالي الريان مع التحدي والمنافسة ووجود محمد بن جابر بن جار الله بن جوير المري، هو من حصد ناموس هذا الشوط وحقق الإنجاز. تهانينا وألف مبروك على هذا الفوز المستحق. ساعة وصول الريان محققا الفوز بتوقيت زمني وغدره 13 دقيقة 19 ثانية بالوفاء والتمام. تهانينا لمحمد بن جابر بن جار المري على فوز الريان المركز الثاني. وصول مكرم مع المركز الثاني جاء بتوقيت زمني وغدره 13 دقيقة 20 ثانية جزئين من الثانية. تهانينا والف مبروك لمحمد بن خير بن عزيز بن مكتوم الشريف المركز الثالث. وصول وانطلاق بهذه اللحظات شديد، وصل بتوقيت زمني وغدره 13 دقيقة 21 ثانية 7 أجزاء من الثانية. تهانينا والف مبروك لراشد بن سيف بن علي بن كاسب المسافري. تهانينا والناموس.